خلينا نرجع ونقول انه من هضبة الجلالة النشاط الرئيس لا يتوقف فقط محليا او داخل القاهرة، ولكن انت ممكن تلاقيه الفجر النهاردة موجود في الجلالة، تاني يوم موجود في حتة خارج الوطن. خارج الوطن يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى يوم الاحد المقبل باذن الله الى مسقط في اول زيارة رسمية لسلطنة عمان، واعتقد ان ده شيء يعني جديد ان احنا نشوف السيد الرئيس مع سلطان قابوس، وانه يكون في تعامل، ممكن يكون في بحث للمعاملات، ممكن يكون في يعني نقول ايه علاقه تجاريه واقتصاديه، ويكون في مشروعات يتم فيها الاتفاق، او يكون في ايضا احاديث عن الوضع الراهن اللي موجود في منطقه الشرق الاوسط، ولو ان السلطان قابوس دايما في الجهه المحايده، يعني مش داخل دايما جوه الانشطه، ولكن هذه زيارة رسمية، فلننتظر بماذا ستأتي هذه الزيارة الرسمية لأول مرة بثمارها بإذن الله.